نروح لموضوع مهم جدا، موضوع في غاية من الأهمية تحديدا لكل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكل محبي مواقع التواصل الاجتماعي، لأن امبارح شركة ميتا أطلقت، أو منذ أيام تحديدا أطلقت الشركة الأم لفيسبوك التطبيق الجديد المنافس لتويتر على متاجر التطبيقات المحمولة للأجهزة العاملة بنظام iOS وأندرويد. التطبيق الجديد اسمه ثيرد أو يعني ثريدز. هينافس تويتر، وهيكون في حالة من حالات المنافسة. تفتكري هيقدر لو ينافس تويتر؟ أنا شايف الموضوع صعب. خلينا نشوف الشركة قالت إيه. الشركة قالت إن ثريدز هو المكان اللي هتقدر تلاقي فيه المجتمعات عشان تقدر تتكلم عن كل حاجة، وهيتيح ده وفق التقديم للاتصال مباشرة مع صناع المحتوى المفضلين. تفاصيل كتير كده إحنا مش عارفينها. إيه تطبيق ثريد؟ إيه اللي هنعرفه؟ ايه اللي ممكن يكون بيحصل؟ مش احنا اللي هنجاوب. المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات اللي منورنا في صباح الخير يا مصر هو اللي هيقول لنا كل التفاصيل. صباح الفل عليك يا باشمهندس. اهلا وسهلا. صباح النور على حضراتكم وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني ثريد طبعا تفتكر هينافس تويتر؟ ده هنجاوب عليه النهارده. وبالحقيقه تويتر دلوقتي طايح بشكل كبير جدا، لان هو كل شويه بيفرض قوانين جديده وكل شويه بيتغير وكل شويه بتلاقي الشركات هربانه منه بشكل كبير جدا. ولكن شركه ميتا عندها خبره كبيره قوي في السوشيال ميديا واداره منصات التواصل الاجتماعي. صحيح. بالتحديد مارك زوكربيرج هو بادئ حياته على المنصات دي. وإيلون ماسك تفكيره تجاري شوية، يعني شخص اللي هو إيلون ماسك، عشان الناس برضو اللي لسه المشتري الجديد لتويتر. بالظبط كده. إيلون ماسك شخص تفكيره تجاري شوية وبيتحكم في كل حاجة في الابليكيشن، لدرجة إن هو فرض قيود على التغريدات اللي بتبقى موجودة أو التويتات اللي بتبقى موجودة. فبالتالي دافع فلوس هتشوف 6000 تويت. بالزبط. مش دافع فلوس هتاخد 600 تويت طبعا. الحاجات دي بتقلل طبعا، في الحاجات دي بتقلل من مصداقية التطبيق. والشركات الكبيرة اللي بتعلن على الابليكيشن ده والناس اللي مشتركة في الابليكيشن ده بيجي لهم اضطراب على المنصة بتاعتهم، لان المنصة دي يعتبر هي اللي ماشية معاكم وجهاك اول باول في الموضوع ده. فبالتالي شركة ميتا لما تعمل تطبيق جديد ببروتوكولات جديدة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة، هتكون طبعا منافسة لتويتر، لأن تويتر أصلا قبل ما يخش له إيلون ماسك كان برضو عايز له تحديثات كتيرة جدا، من ضمنها الرياكتات اللي موجودة، الحاجات التفاعلية، الكلمات اللي هي تبقى أكتر من 150. ما زال تويتر تحديدا هو منصة رقم واحد تحديدا. يعني لو هنتكلم في مستوى صحيح. التنافس ما بين تويتر والفيسبوك مفيش مقارنة أصلا. هي الفكرة كلها أن تويتر منصة رسمية أكتر، ولكن على المؤشر العام تويتر بدأ ينزل من بعد ما إيلون ماسك مسكه، لأن هو ليه ناس كتيرة جدا بتعاديه. وفي نفس الوقت الشركات الكبيرة بدأت تخرج من تويتر وتتجه للمنصات التانية بسبب أنه حط على العلامة الزرقاء الرسوم زائد للتوثيق. طبعا العلامة الزرقاء أصلا ما ينفعش تكون بالرسوم، وما ينفعش يكون ان الناس المشاهير ده في تويتر بس، ما هو في فيسبوك نفس القصه حصل، وده اللي جاي لحضرتك فيه. المشاهير اللي موجودين في تويتر برضو بيدفعوا، ولكن المشاهير اللي موجودين في شركه ميتا بشكل عام مش هيدفعوا فلوس. اللي هيدفعوا فلوس على الاكونتات الشخصيه بس، عشان يحصلوا على العلامه الزرقاء في شركه ميتا ويحصلوا على حمايه اكتر من البروتكشن اللي هي ضد السرقه، وفي نفس الوقت يبقى يتفتح لهم صندوق دعم خاص. انا عايز اقطعك يا باشمهندس. اتفضل. جمهور تويتر مختلف تماما عن جمهور فيسبوك. صحيح. وبيخاطب ناس مختلفة جدا. صحيح. وقد يكون الشكل أكتر رسمية. صحيح. يعني حتى البوست أو التويتس، يعني على تويتر التويت في عدد كلمات معين بشكل معين بتتقال بصيغة معينة، لكن الفيسبوك بقى معاك البوست وانطلق زي ما انت عايز. فأعتقد أن أصلا إحنا بنكلم ناس مختلفة. اللي هيدفع فلوس عشان يوثق حسابه على تويتر مختلف تماما عن اللي هيدفع فلوس عشان يوثق حسابه على فيسبوك، وصانع المحتوى في الاثنين مختلف تماما. صحيح. زي نفس الاختلاف برضو اللي موجود بين انستجرام وبين فيسبوك، ودول تحت منصة ميتا. فبالتالي برضو اليوزرز الموجودين في انستجرام مختلفين تماما عن اليوزرز الموجودين في فيسبوك. ولكن لو رجعنا لتويتر، في ناس مشاهير
معروفين جدا ما استخدموش العلامة الزرقاء باشتراك جديد وانتقلوا من تويتر للمنصات التانية بسبب فرض القيود ده. وبعدين برضو آخر حاجة نزلت اللي هم تحجيم التغريدات اللي موجودة عندك دي هتبعد ناس كتير عن إيلون ماسك، وفي نفس الوقت هو عايز يلم الفلوس اللي صرفها حرفيا، وهو بيفكر بطريقة تجارية زي ما قلنا. وفي نفس الوقت طريقة التفكير هو فعلا بيفكر بطريقة تجارية طبعا بالشكل اللي هو عامله بفريق السوشيال ميديا اللي مشاه، بفريق الإعلام اللي ما بقاش موجود. هو يعني هو اصلا ما فيش حد يكلم نكلم مين في تويتر عشان نقول له انت بتعمل ايه. هو من شهرين بالظبط جاب واحده جديده تدير منصه تويتر بشكل عام وليها علاقه سابقه بمنصات التواصل الاجتماعي، لانه ده اللي انا كنت متوقعه وقلت عليه حتى لما كنت مع حضراتكم اخر مره نبهت على ده. وفي نفس الوقت برضو المنصه محتاجه تطوير اكتر من ناحيه الفيديوهات اللي هتنزل. يعني هو جه اخر مره منزل وبيقول انه هيطور منصه تويتر ان هي تقبل فيديوهات اكتر من ساعتين. معلش احنا في 2023 مين هيتفرج على فيديوهات طويله بالحجم ده؟ صحيح. طب ما احنا عندنا منصه اليوتيوب من شركه جوجل وفيها فيديوهات طويله جدا، بس الفيديوهات اللي بتتشاف دلوقتي اللي هي العشر ثواني الشورتس فيديو بالظبط اللي هي الريلز الشورتس فيديو صحيح. الحاجات دي كلها لانه مين هيتفرج يعني دي. وبص على نسب المشاهده حتى بتاعت الريلز وبتاعت الفيديو العادي هتلاقي لا في فرق كبير جدا بعدين لا يقارن. التطبيقات مختلفه يعني لوغاريتمات الفيوز بتاعت الشورتس اكتر انتشارا من الفيديوهات الطويله. طيب احنا النهارده برضو بنعرف الناس المنصات الجديده اللي نازله. قبل ايلون ماسك كان في حد اسمه جاك دورسي اللي هو مؤسس شركه تويتر اصلا. مؤسس شركة تويتر عمل أبليكيشن من 2019 اتكلم عليه اسمه بلو سكاي. بلو سكاي مبني على تقنية البلوك تشين. تقنية البلوك تشين دي طبعا هنحاول نغطيها في حلقات تانية، ولكن هي أحدث تقنية موجودة دلوقتي وبتمنح الحماية الكاملة لجميع يعني جميع مراحل التشفير. طيب ايه دخل تقنية البلوك تشين وتقنية وبرنامج البلو سكاي؟ البلو سكاي مبني على بروتوكول اسمه اي تي بروتوكول. فايدة اي تي بروتوكول اللي هو بيتيح للمستخدم الانتقال من منصة بلو سكاي لأي منصة تانية بجميع الداتا بتاعتك. يعني دلوقتي لو احنا خرجنا من فيسبوك وعايزين نتنقل لمنصة تانية مش هينفع تاخدي الصور الفيديوهات الناس المتابعين صحيح. كلهم لا، هتبني بقى جمهور جديد من الأول وهتعتمد على صور هتبتدي جديدة من الصفر. وهتبتدي من الصفر وهتفضل بتعمل مجهود كبير. احنا عشان في زمن السرعه وزمن هو ده اللي مخلي ثريدز تحديدا بالزبط. مرتبط بانستغرام بالظبط جدا. وليه انستغرام مش الفيسبوك؟ حلو قوي. طيب احنا في البدايه هنلاقي برضو انستغرام مرتبط بفيسبوك لانه لما تنزل بوست هنا ممكن ينزل هنا تقدر تعمل لينك ما بين الاثنين، ولكن المتابعين مختلفين من هنا لهنا. حتى الفئه ممكن يكون متابعين مثلا A بلس B بلس على حسب تصنيف المتابعين اللي موجودين بين هنا وهنا. دي بالنسبه للشركات التجاريه. ولكن ثريدز هيعمل ايه؟ هيخلي نفس المتابعين بنفس اليوزر نيم حتى لو متوثق في الانستجرام بالعلامه الزرقاء هيتنقل بتوثيقه بكل متابعينه بكل حاجاته للتطبيق الجديد. وهل نملك ده؟ هل نملك ان احنا نبيع بيانات المستخدمين؟ احنا كده مش بنتكلم مش بيع على كده في نفس الاونر. لا هقول لك ليه، لان احنا هنا بنتكلم على ان انا عندي اكاونت، بعمل اكاونت في ثريدز وبعمل اكاونت في ايا كان بقى التطبيق الاخر جدا. لكن انا كمتابع ليك على ثريدز مش عايز اتابعك على التطبيق الاخر، فانت لا يحق ليك انك تنقلني من هنا لهنا بمزاجك. لا بالعكس، يعني انا واحد من الناس عندي اكتر من نصف مليون متابع على صفحه واحده فقط على الفيسبوك ومتوثقه بالعلامه الزرقاء. هم اختاروا يتابعوني على فيسبوك بالزبط. مش عايزين يتابعوني على انستغرام. بس انا لو بتابع حضرتك على محتوى معين انا بتكلم عن نفسي انا ككونتنت كرييتور، انا مش عايز ابدا من الصفر في منصه جديده، ده هتريحني جدا. انا كده بقول ان هو بيكلم فئه معينه، هو بيخاطب الكونتنت كرييتر بس. لا بالعكس، طب ما هو حضرتك عندك ناس واصدقاء كتيره موجوده، ولو انت مش كونتنت كرييتور هتعملي اكونت تاني هتلم الناس دي كلها برساله او انفايت او انفيتيشن او غيره. منا فبالتالي ده على طول منا كلامها هنا يا باشمهندس احمد بتتكلم في فكره ان صانع الفيديو ريحته، لكن المتابع ليك بقى مفعول بيه، هو مش بالضرورة عاوز يشوف بالظبط هو مفعول بيه. انت دلوقتي ارغمت على حاجة من الشمال بلا وربما يكون حد عمل لايك او فولو باي ميستيك بالغلط. هي التقنية انا فهمت حضرتك كويس جدا، ولكن التقنية دي بتتيح للمتابعين والمستخدم التنقل بين المنصات كلها
بسهوله جدا. لا يا ثريدز انت مش عاجبني، مش عاجبني. هنحاول نطوره بشكل اكبر. مبسوطه بثريدز. هي الفكره كلها ان بس المتابعين كلهم هينتقلوا بين المنصات بشكل سهل جدا، لانه كده كده لو حضرتك متابع حد هتكون منقول بطريقه ثانيه، وهيدي له هو رساله انه الشخص ده عمل اكونت على ثريدز او المنصات الثانيه. خلينا نرجع بقى لأهم خاصية جديدة لازم نوعي بيها الناس، اللي هي تقنية الـ AT بروتوكول. تقنية الـ AT بروتوكول اللي هي بتنقل جميع بياناتك من منصة لمنصة، فبالتالي احنا لازم ناخد بالنا كويس قوي من التقنيات الجديدة وطرق الحماية من السرقة فيها. ولكن طرق الحماية المنتشرة برضو اللي احنا لازم ننوه عليها الناس، انه في ناس بتدخل تكلم ناس تانية وهي مخترقة. يعني مثلا طبعا انت عندي على الفيسبوك، فبالتالي بتلاقي مثلا الاكونت تكلمك وهو عندك وصاحبك كل حاجه او صديق ليكي، وبيكلمك وبيقولك احنا عاملين جروب معلش اديني فيريفيكيشن كود، او بيجيبها لك باي طريقه بحيث ان هو يقدر ياخد الاكونت بتاعك عن طريق الناس التانية. حقيقي. المنصات دي ممكن برضو تتخدع بالطريقه دي، رغم ان تشفيرها قوي مبني على تقنيه البلوك تشين، ولكن احنا لازم نفعل حاجه اسمها التو فاكتور اوثنتيكيشن او خاصيه المصادقه الثنائيه. والتنقل بين المنصات مش معنى انه هيخلي المتابع متكرر بين المنصات. ليه؟ لانه المحتوى مختلف والواجهه التفاعليه مختلفه تماما عن اي واجهه صحيح. تفاعليه موجوده. والمتابع هنا او الاند يوزر او المستخدم يهمه انه يكون في تحديثات كبيره موجوده وتحديثات كتيره في الواجهه التفاعليه للتطبيق. هنا بقى نقف عند نقطه، النقطه ان اي تطبيق في او اي منصه تواصل اجتماعي اول ما بتدخل تعمل عليها اكونت بيفضل الواجهه دي مناسباك طول عمرك، مش هتقدر تغير فيها غير لما يحصل ابديت جديد. ولكن التقنيه الجديده اللي هي موجوده في البلو سكاي او موجوده مثلا في اي تطبيقات فيها تقنيه الاي تي بروتوكول بتتيح للمستخدم ان هو يغير الواجهه ويبني واجهه جديده بلوغاريتمات جديده بحاجات جديده بمتابعين جدد برضو بتاعته هو بالظبط. مش شرط ان احنا هنكون ثابتين على المتابعين اللي اتنقلوا من هنا لهنا او غيره، لا انت بتبني لوغاريتمات جديده، وفي نفس الوقت لو عايز ده اختياري، لو عايز تنقل متابعينك تنقلهم، مش عايز عايز تبدا بشكل جديد برضو نفس النظام، لان هي منصه لا مركزيه مش تحتيها سيطرة أو تحتيها مراقبة من جهة واحدة زي الفيسبوك من شركة ميتا أو تويتر من إيلون ماسك المؤسس نفسه أو غيره. فبالتالي المنصات اللي مركزية دلوقتي هي المنصات الجديدة تبع تقنية البلوك تشين اللي موجودة. طب أنت شايف أن اليوزرز أو المستخدمين تحديدا بيفرق معاهم مين الأونر بتاع الأبليكيشن؟ طبعا. يعني سواء كان زوكربيرج أو إيلون ماسك يفرق طبعاً. مع الاونر في حاجه؟ طبعا يفرق. يعني في ايه بقى؟ اعتقد احنا هنا كمصريين تحديدا، ويعني انا هتكلم بلسان السواد الاعظم، ما بيفرقش معايا انا يعني يفرق معايا الاكونت يكون اصلا فور فري، ما دام طول ما هو فري انا تمام. ده اللي انا كنت جاي عليه، هما يفرق معاهم المؤسس طول ما هو مش هيدفعني طول ما فلوس. الموضوع صح. تمام ومفيش اي مبالغ ماديه في مصادر اخرى للدخل بالنسبه له بالزبط. الاعلانات وغيرها وما خلاف ذلك يعني. وده المنصات اصلا يعني 60% من المنصات عايشه على دخل الشركات المعلنه ليها. ولكن من بعد ما دخل ايلون ماسك في موضوع تويتر الناس والمصريين كلهم بداوا يركزوا مين هو المؤسس ده وبداوا يبحثوا لانه فرض قيود وفرض رسوم وعلى العلامه الزرقاء، فبالتالي انتشر بشكل كبير جدا. والناس دلوقتي بقت بدات تاخد بالها مين المؤسس بتاع ده، مين اللي عمل ده، لانه الناس بقى عندها وعي اكتر. فبالتالي الوعي ده كل ما ينتشر كل ما يحصل تحديثات حوالين المنصه واستخدامها مع الناس او استخدام الناس مع المنصه، لانه ده كله مترتب على الابلكيشن والرسوم اللي بتدفعها كل شهر والاشتراكات اللي موجودة والمتابعين والتقنيات اللي أنا أخدها مقابل الدفع ده. فبيحصل تردد كبير جدا، حتى 40% من الشركات اللي كانت بتعلن على تويتر بدأت تنسحب ومفيش أي إعلانات، والشركة أصلا لحد دلوقتي خسرانة مبالغ كبيرة جدا. فبالتالي المبالغ دي إيلون ماسك بيحاول يعوضها بالقيود والرسوم والحاجات دي كلها. في طبعا دول تويتر عندهم رقم واحد بشكل كبير جدا، ورغم ده برضو بدأت الدول دي تنتشر وتخرج بره المنصات، تخرج بره تويتر للمنصات الجديدة والمنصات اللي هي القديمة اللي موجودة سواء شركة ميتا أو غيره. يعني نقدر نقول إن الفترة القادمة هي فترة أو حرب تكسير عظام ومنافسة شرسة ما بين الكبار سواء كان إيلون ماسك أو مارك زوكربيرج. بالظبط. والأيام القادمة هي اللي هتقول البقاء لمين أو للأقوى. من الأقوى من الجبهتين تحديدا. صحيح. الحقيقة احنا بنشكرك باشمهندس احمد طارق خبير امن المعلومات. شكرا لك معنا في صباح الخير يا مصر، ودايما بتدينا كل ما هو جديد. الله يخليك. شكرا. نورتني يا باشمهندس. شكرا.